الآن المسافر. نعم. نعم. هذا يريد يسافر من هذه المدينة مرتفع إلى العاصمة. مجرد ما يخرج من بيوت هذه البيوت هذه المدينة مرندافة له أن يقصر الصلاة الرباعية فقط، يعني الظهر والعصر والعشاء فقط. نعم، يصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين. الفجر كما هي ركعتين في الحضر وفي السفر. صلاة الفجر ما ليس سيوهي نعمني يسم بياز نعمني بياز ركعوه. المغرب كما هي في الحضر وفي السفر ثلاث ركعات. مغرب بسيوهي لغوه. المسافر له أن يجمع بين الظهر والعصر. مسافر الفوزن يقبلوا بياز فوق أفضل اسمانه بياز أنا أعزم الفوزن من نام سامي صلاة الظهر لكعصر. يعني جاء وقت الظهر عند هذا وهو مسافر فيصلي الظهر ركعتين ثم يصلي العصر ركعتين مع الظهر. يصلي الظهر ركعتين يسلم ثم يقوم يصلي العصر ركعتين ويسلم. نعم فتفيد سن صلاة الظهر ما نصلاة الظهر ركعتين جنس كما السلام عليكم السلام عليكم. في دين مثال عليكم أحد كتاب بس من ليرة صلاة الظهر جنس عصر ركعتين لفوقيت سن صلاة عصر من بس ما نصلاة كويس العصر. إذن هنا قدم العصر مع الظهر. إذ سنت هي نيافانسين لن يصلى عصر نبيران من نصلاة الظهر نبيك نلوه. وله أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، يصلي الظهر مع العصر في وقت العصر. إذ فوزن مستفيد فاروكو أذن وتوفوزن مهين سنين ليران الظهرين أقل رسولة الظهر بسم رسولة أمير نفع هذا العصر عن زليه منا بسن الظهر نعرف من العصر أم لكوبة فروه الظهر هو ظهر من ديالو بخصوص صلاة العصر مهارك. هذا المسافر كذلك له أن يصلي العشاء ركعتين بعد صلاة المغرب في وقت المغرب، يصلي المغرب ثلاث ركعات ويسلم ثم يصلي العشاء بعد المغرب في وقت المغرب. وشن زيكونا بارا المغرب لك العشاء أصنوكونا بارا المنام بس صلاة العشاء يسبقنا هنا نوركع ويمي أم في المغرب مغرب ويسك سميوبا في صلاة المغربين أفضل لمن صلاة العشاء جريك تزني لفبيت السلام أتنور كامل. أو يؤخر المغرب إلى وقت العشاء. عزنا وطبوزا سكون لمن صلاة المغرب يلف من أنت مصمدون ريتا بيمون من صلاة العشاء يصلي المغرب أولا ثلاث ركعات ويسلم ثم يقوم ويصلي العشاء ركعتين ويسلم. من صلاة المغرب ركعان في رجل بلون لمن صلاة يوجد من صلاة ركعان هو زني صلاة العشاء بمن صلاة. نعم.